لحباب السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه. وصفه ضروري منها واجباريه من بعد الحمل ومن بعد الولاده، وصفه ازاله تصبغات ونضاره الوجه وازاله الكنف من الوجه، والعنق والجسم تحت الابطين والصدر. وصفه سهله وبسيطه، ثلاث مكونات: الحنه مسوسه، الحنه المسوسه ما بتعطي لون، ما بتخلي لون، يعني بنستعملها بالنسبه للشعر للتطويل والكثافه، وبنستعملها في خلطات طبيعيه للجسم لتنقيه الجسم وازاله التصبغات وازاله الكنف وترطيب الجسم بطريقه بسيطه وسهله. وفي الوصفه اصفر بيض، حنه مسوسه، وبودرة الوردية. لو ما عندكم البودرة الوردية استعملوا بودرة دم الغزال بالمغربي العكر الفاسي. وصفة سهلة وبسيطة، ثلاث مرات في الأسبوع، بتعطي كتير كتير كتير، بتعطي نتيجة، كتير فعالة بالنسبة للجسم. بنستعملها على وجه يكون نقي، بنخليها بتنشف مدة 10 أو 15 دقيقة، ومن بعد نفرك الوجه، أو بنغسل الوجه بطريقة عادية. بنستعملها في الوجه وفي العنق أو تحت الإبطين، في كل الأماكن اللي فيهم تصبغات. في الفيديو هستعملها قدامكم في الوجه وفي العنق، ومن بعدين هستعملها تحت الإبطين وفي صدري، عشان في كنف، في تصبغات عندي من بعد الحمل والولادة، عندي كتير كتير تصبغات، يعني ضروري أهتم بالجسم كله، ضروري ضروري. ومن بعدين هعمل حنة مع تبريمة مع كتير أعشاب عربية وأعشاب هندية لإزالة تصبغات في الجسم كله، بس بشويش بشويش من بعد الولادة، يعني ضروري راحة وضروري نرجع الصحة بطريقة كتير 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 بطء. الحباب ضروري استعمال الخلطة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ومن الأحسن استعمالها قبل الدوش أو قبل حمام بخار. هخلي فيديو يشرح نفسه استعملتها من بعد الحمام المغربي، والنتيجة كانت كتير كتير روعة. خليت لكم الصحة والسلامة والعافية، ونتلقاو إن شاء الله في فيديوهات قادمة. الحمد لله، كتير وصفات بالنسبة للكنف والتصبغات بتاعت كتير نتيجة، ولكن ضروري المداومة، بالنسبة للسيدات من بعد الحمل والولادة، أو بالنسبة لكل سيدات وحتى المراهقين. هاد الوصفة بالنسبة للمراهقين، وبالنسبة للبنات اللي عندهم مشاكل في الوجه يستعملوها، ما فيها شي ضرر، كلهم أعشاب عربية وأعشاب طبيعية. خليت لكم الصحة والسلامة والعافية، ونتلقوا إن شاء الله في فيديو جاي. الله يفرحكم والله يسهل لكم الأمور.